يعطيكم العافية والصحة مشاهدينا الكرام. ببرنامج حلي قلبك عودناكم نعطيكم أطيب وأسهل وصفات الحلويات منها الشرقية ومنها الغربية. اليوم وصفتنا غربية اسمها كعكة المافنز بالشوكولا والبردقان. مكوناتها بسيطة وطريقة تحضيرها مسلية. مكونات كيك المافنز بالشوكولا والبردقان هي كوبين طحين، نص كوب بودرة الكاكاو السادة، كوب وربع سكر للكيك، ونص كوب للكريمة الإنجليزية، نصف كوب زيت، 3/4 كوب حليب للكيك، وكوب وتلتين للكريمة الإنجليزية، بيضة للكيك وأربع صفار بيض للكريمة الإنجليزية، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، قطع شوكولا سادة بالبردقان، وملعقة صغيرة برش بردقان. بدنا نبرش حوالي معلقة طعام قشر ليمون برتقال حتى يعطي نكهة البرتقال للمافنز اللي بدنا نعملهم هلا. بدنا ننخل كبيتين طحين، نص كباية كاكاو، بودرة كاكاو، مرات بيكون الكاكاو مجمد، ملو شوية بإيدكم إذا كنت ضيفة أو بالمعلقة، لأن الكاكاو مرات بكبتل. بدنا كباية وربع سكر ونص كباية زيت. بدنا كمان هون 3/4 كباية حليب، بدنا بيضة بيكنج باودر وبرش الليمون اللي برشناه قبل، معلقة طعام. في ناس بتحط شراب مكثف بطعمة الليمون، إذا بتحبوا تكون الطعمة كتير قوية للليمون فيكن تحطوها تعطيها طعمة كمان طيبة. نخلط الخليط، نخلطه منيح حتى كل المواد تختلط وتتشبع من بعض، ما يبقى طحين من تحت لازم تنتبهوا. تقريبا هاو بيعملوا 12 مافن. هيك خلصنا المزيج. منجيب صينية كعكة المافن، منرشها زيت طحين مثل ما بنعمل اي صينية حتى ما يلزقوا. رح نحط المزيج بالصينية تقريبا يكون لثلاث ارباع. عنا هون شوكولا سودا بطعمة الليمون، بدنا نقصه هيك وبدنا نغمسه بالنص بطريقة انه تتغطس. بدنا نحطها لمدة 20 دقيقة على حرارة 160 لتنفخ وتستوي. بعد حوالي 20 دقيقة منظهر كعكات المافن اللي استووا، وهلأ عنا وقت نعمل الكريمة الإنجليزية اللي رح نحطها تحتها. بدنا نحضر هلأ كريمة إنجليزية لنقدمها مع كعكة المافن. بدنا صفار 4 بيضات، بدنا نص كباية سكر مع صفار 4 بيضات ليختلطوا يكون لونهم شاحب وتخين شوي. بعد ما خلطنا بدنا نغلي كباية وتلتين حليب، ننتبه ما نحرق الحليب. بعد ما غلي منضيفه للمزيج، نخلطه. هلأ منرجع المزيج اللي انخلط البيض والسكر والحليب مرة تانية على الطنجرة، نحطه تحت نار خفيفة حتى ما يغلي، حتى يسمك عمهله ويقدر بالمعلقة تعلق عليه الكريمة. ممكن لازم نستعمل كمان معلقة ستانلس حتى نشوف امتى رح يعلق عليه، لكن دايما حركوه حتى ما يغلي لا يسمك. بعد ما خلصنا الكريمة بدنا نزين الصحن، منحط الكريمة اللي عملناها، كعكة مافن، شوية سكر ناعم، شفت بردقانة، شوكولا اللي استعملناه، وألف صحتين. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقتنا اليوم. أعطونا رأيكم على البريد الإلكتروني ومنشوفكم بحلقة جديدة.